كوكو بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومدوزين هاد لا سمين اللي دازت ديال رمضان تكون دوزتوها بخير وعلى خير ان شاء الله. ربي يحسب لنا هاد الصيام في ميزان الحسنات وفي المغفره والاجر. كي دوزتوا لا سمين مزيان؟ حنا سافا تو فا بيان. هاد لا سمين الصراحه ما حسيتش بها كو لا فاتيك، ما نكذبش، مي زعما الجوع اولا العطش با دي تو، لحقاش ما عندناش فريمون الجو سخون سخون بحال في المغرب. شفت في المغرب بيني عندكم الجو سخون سورتو في مكناس فاس دوك الجوايه اللي الفوق. المهم نو حنا سافا هاد لي دو جور سي فريمون كان لو فون بزاف 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 بزاف. اليوم اللي سخن شويه الحال، اليوم عاد لبست دومي مونش، يعني ما كناش ما كنتش نقدر نخرج بلا اون فيست، يعني اوبليغاتوار ندير اون فيست. Mais nous, moi, c'est plutôt ça va. Mais au Haraka, qu'ils ont prévu que le week-end reste comme ça et toute la semaine prochaine, pareil. Eh ben, mais c'est bon. C'est le ramadan, c'est pas grave. Au Haraka, au Haraka, le jour de Haraka, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont des programmes, qui ont des choses à l'automne. Et voilà. مهم هاد النهار ما خدامش، داكشي درت جيت دابا حطيت ولادي الشي لانونو وزعما قلت لي ماما خدامش غنعس مزيان وصبح ناعسه، مي سي با لو كا. بنتي توجور في باسي نوي اي لو ماتان سي فريمون كتفيق بكري بكري. اليوم فاقت لي 5:30 باي دوبوي راني فايقه انا وياها. بري سميرة عاوتاني فاق دو سويت موراها سي بون. مهم دابا نمشي ندير شويه ديال لي كورس، نشوف شنو خاصني في الدار ونمشي نتقدا، ومن بعد ندخل للدار. وراكم عارفين فاش كنكونوا في الدار الجو ديال الغوبو سي فريمون الميناج لا كويزين. باقي ما عرفت شنو غادي نطيب بوغ سوسوار الفطور ان شاء الله. كيما ديجا كنت قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت، يعني ما كنطيبش طول طون لحقاش ما كنكونش في الدار، كنخرج مع الطلاب من الخدمه، كنخرج فريمون في الوقيته ديال الفطور. ديكو كنقضي باش ما كان من نهار اللي كيكون عندي غوبو عاد كنوجد فريمون الفطور لي باش نفطرو نيشان. اي فوالا، المهم غنبارطاجي معكم داكشي اللي غادي ندير هاد النهار، وها نتوما معايا، بقاو معايا كملوا لا فيديو. تالاف الوغ جيت لكليغ لقاسهم دايرين لي بروموسيون في المكياج. فوالا توت لي غيون ديال المكياج، غنشوف واش كاين شي حاجه انتريسونت. Pardon, allez-y. Voilà. مهم انا ناخذ داكشي اللي قرب يساليني باش ندير لو ستوك بحال اللي كندير ديما. انا يا كل حاجه منها شويه شويه شويه. مهم فوالا هاد لي فيرني اللي كنت خديت منهم داك المره، هذاك لو سوان اللي بارطاجيت معكم سوغ انستا، سي دي فيرني ا باز دي بلونت ناتوريل. فوالا هي كتبينه. غو كوكو البنات، عاد دخلت كما كتشوفوا بدلت غير حوايجي دغيا، رميت عليا هاد العبايه، نسيت كاع واش عندي هاد العبايات. فوق ما كنمشي للمغرب كنجيبهم ولا كتجيبهم لي ماما، ونسيت كاع. دابا مشيت قلت ناخذ شي حاجه نلبسها ونلقاها قدامي، قلت لها الله يفكرك في الشهاده فكرتيني. بغيت نشارك معكم شنو شريت، مي ما شريتش غون شوز كيما وريتكم فاش كنت داخله. قلت لكم راه كاين لو كليغ دايرين لا سيمين ديال سيمين دو بوتي، مي داكشي كامل اللي تما لقيت بني عندي منهم الدوبل ديجا عندي لو ستوك، ديكو ما خديتش. باغ كونط لقيت هاد لي ماسك هادو ديال غارني اللي فيهم هاد لو فلاكون هنايا ديال لو سيروم، وانا هادو الصراحه باقي عمري ما جربتهم. كيجيو اون فورم بحال هكايا، كاين هنايا لو ماسك ديال الثوب، وهنايا كتبان لكم يمكن بحال ما عرفتش كتبان لكم ولا بحال قريعه، وهاد القريعه هي اللي عامره بالسيروم. نورمالمون كاتبين كو هاد لو ماسك هاد لا كونتيتي ديال لو فلاكون سي ليكيفالون ديال لو سيروم كله، زعما ليكيفالون ديال الفلاكون اللي كيكون في لو سيروم كله. خديت هذا ديال فيتامين سي، خديت دو اون فيتامين ديال فيتامين سي، جوج فيتامين سي. وخديت هذا على حساب pour hydrater. هذا غير ديال ليدغاتاسيون لحقاش قلت ساشون سي كو لو رمضان دابا راه حنا فيه، وديكو حيت ما كنشربوش الماء في لا جورني ميم لا بو غادي تكون كتنشف. داكشي علاش خديت هذا. ديجا كنت بارطاجيت معكم جو بونس لا سيمين ديغنييغ سو انستغرام، كنت نيت درتو واحد ديال غارني تا هو ديال ليدغاتاسيون، مي ماشي هذا ديال لو سيروم. مهم انا في ديما في رمضان كندير هاد لي ماسك ديال التوب في الليل باش كنهيدغاتي ما بو او موان دو فوا باغ سيمين.
ابخي لقيت مي شوشو اللي كنحماق عليهم. البنات اللي متبعيني في انستغرام يعرفوني ديما كنديرهم وديما مصدع لكم راسكم بهم. ديكو هاد لا ريفيرونس سورتو هادي الفيولي من فوقاش وانا كنقلب عليها بوغ كومبليتي ما كوليكسيون وما كنتش لقيتها. واللي ما فاش لقيتها فرحت. البنات اللي هنايا في فرنسا اللي غادي يبغيهم سيروا لوكلير راه دايرين لا سيمين ديال بوتي ودايرين لهم موان 40%. ديكو خديت هاد لي دو كولور با فوالا هادو اللي كانوا خاصيني بوغ كومبليتي ما كوليكسيون. هادي سي لا ريفيرونس 118 ما راهش حمر فوالا كيبان لكم جو بونس بحال اورانج سي لا كولور حيت جربتو افون سي ان تي بو كوراي ماشي اورانج سي بحال كوراي. قلت دابا سي ليتي الحال بدا كيسخن تو سي با ليتي سي لو برينتون. المهم الحال بدا كيسخن هاد لي كولور اللي غادي نبدا ندير وهذا خلاص غادي يبقى عندي بور ليفير او لا ميم بور لي سواري في هاد لا بيريود ديال البرينتون ايتي. المهم عجبتني هاد لا كولور فاش لقيتها فرانشمون جيتي كونطونت. ابري كاينين هادو ديال ريفولون انا الصراحه هادو عمري ما جربتهم حتى جربت الاخرين ديجا كنت هضرت لكم عليهم لو تيب ديالهم لي رقيق مي سي زيرو واخا هما دايرينهم زعما سي دي مات مي ما راهمش مات اون بلوس كيبقاو يتلصقوا. كانت واحد لا لا دورابل ابوني كانت عطاتني اون استيس باش نديرو باش ندير تحتو ان تريك والله جو مورابيل با. دابا نشوف نقلب سوغ انستغرام راه حقاش عندي لي ميساج سوغ انستغرام. كانت قالت لي ديري تحتو شي حاجه ما عقلتش واش قالت لي لو تالك اولا. المهم قالت لي هذيك الساعه كيشد مزيان. المهم حتى نقلب سوغ لي ميساج ونقول لكم هذا انا عمري ما جربتو ودايرين لهم حتى هما موان 40% بيان موان 30% ما بغيتش ناخذ منه بزاف قلت ناخذ واحد بعدا نجربو. خديت هاد لا ريفيرونس 660 رومانس فوالا هادي اللي خديت. من بعد خديت هاد الماسكارا ديال لوريال دايرين فيها دو كولور كاين هاد كاين لو نوار وكاين كاين لو بلو. هاد الماسكارا انا صراحه باقي ما جربتهمش لي عندهم هاد اليد هادي كتعواج بحال هكايا باش تصايبو مزيان لي سيف لي كوتي من هنا ومن هنا. المهم بغيت باقي ما جربتهاش غادي نجربها وغادي نخليكم لا ريفيو ديالها سوغ انستغرام. من بعد اخر حاجه اللي خديت هاد اكوا برول غريس كتبين سوبر برول غريس اون فيرا دايرينو il faut la prendre je pense 10 jours une dose par jour voilà c'est un programme minceur. المهم كيما قلت لكم اون سو مومون راني كنحاول سيرتو في دابا في رمضان قلت زعما حيت كاين رمضان غادي يعاوني باش نحيد دوك لي كيلو اللي عندي. بان فاش شفت هذا اون بلوس سي 100% ناتوريل في كاع لي زانغريديون ناتوريل ما فيش لي برودوي شيميك حيت قريت قبل ما ناخذو لي تو قلت بوركوا با ناخذو نجربو. المهم باقي ما عرفتش واش نبدا دابا ولا نبدا حتى يفوت رمضان والله ما باقي ما جو سي با انكور. المهم فاش غادي نبدا غادي نبقى نخلي لكم كل نهار فوقاش كناخذو واش في الصباح ولا العشيه وكلشي. المهم نخلي لكم كلشي في انستغرام وهنايا شفت في اون بيت بيبيت فوالا بحال هكايا باش زعما باش يتخوى فوالا فور لانستون في ريحه زوينه اون ديغي في ريحه ديال لي بونبون فوالا. هادشي اللي خديت من لوكلير كيما قلت لكم كاين بزاف 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 ديال الحوايج بالنسبه للبنات اللي بغاو يبروفيتي وسيرتو البنات اللي بغاو كيف في الصيف يمشيو للبلاد با سي لوكازيون سير خدو دي برودوي فرانشمون كاينين ميم دي باليت اي تو. مي انا كيما قلت لكم لقيت كلشي عندي لقيت ميم عندي كلشي بالدوبل وقلت نو سي بون جو كراب با كو جاريت ديكو خديت غير هادشي اللي كان خاصني اي فوالا. المهم دابا غادي نكمل نخوي لي كورس ونجمع شويه الكوزينه وديك الساعه غادي نبارطاجي معكم شنو غادي. هبطت هاديك هبطت الدروج كاملين وطلعت سخفت حيت ما عنديش لاسانسيغ صنع لي الفاكتور جاني واحد لو كولي جو بونس مع واحد لا مارك حيت سون سو مومون دايره با مال دو كولابوراسيون مع دي مارك. المهم دابا نشوف اي مارك ونشوف واش نهضر لكم عليه في هاد لا فيديو ولا في بروشين فيديو فوالا. الوغ البنات دابا غادي نشرب الدجاج اللي كتشوفو غير النص ديالي لحقاش نعلق التليفون في لاكان. غادي نصايب الدجاج دابا اللي غادي نشويه في الفران. شنو غادي نحتاج غادي ناخد خديت دانون طبيعي اولا ياغورت مسوس هو اللي غادي ندير. خد بنتو ما بغيتي ديروه كله كلو انايا درت غير عبر جوج معالق بحال هكايا. هنا غادي نحط الاول من بعد غادي ندير هنا درت سكينجبير سكينجبير والخرقوم والبزار والملحه فوالا. سينو الا كنتو كتفضلوا انكم ديروا الضامه ديال الكنور ديروا الضامه ديال الكنور انا قلت ندير لي زيبيس هكايا احسن.
ومن بعد غادي ندير شويه ديال الثومه. انا كناخذ هذه سورجولي، غادي ناخذ منها شويه كتكون نيت مقطعه بحال هكا، ما تقطعش راسي معها. ناخذ شويه هي اللي غادي ندير حتى تكون ديال الثومه باش ما تقطعش. وغادي نزيد عليه معلقه كبيره اولا جوج معالق ديال المطارد. الا كان كيعجبكم المطارد يكون فور اولا دو على حسب نتوما اللي كيعجبكم. انا كيعجبني يكون شويه فور المطارد، ديكو خليت هذا. غادي ندير غير معلقه ما نديرش بزاف كما قلت لكم لحقاش هذا شويه مجهد. وغادي نزيد عليه شويه ديال العصير ديال الحامض. انا عصر شويه ديال العصير ديال الحامض. الا بغيتو تزيدوا شويه ديال العدنوس تقدروا تزيدوه، من الاحسن تشرملوهم قبل الوقت وتخشيوهم شويه في الثلاجه باش يشربوا مزيان الشرموله ديالهم. داكشي اللي غادي ندير دابا. المهم انا في كاس ولي الشرموله غادي نشرمل فيها دابا ونحط شرم الدجاج. الوغ ها هو ما شرملتو بحال هكايا. غادي نغطيه ببابي فيلم وغادي نخليه في الثلاجه كما قلت لكم باش يشرب مزيان الشرموله ديالو. غادي نطيب، غادي ندير شويه ديال البصله تشحر مع المعدنوس. بغيت نصايب شويه ديال بحال الملوي، مي سي با الملوي، ما غاديش نديرو بالعجينه ديال الملوي، غادي نصايبو غير بالورقه ديال البسطيله اولا لا باتا فيلو، هي اللي غادي نعمرهم، غادي نعمر بهم هذه الحشوه وغادي نطيبهم في المقله بحال كنطيب الملوي. انتما تشوفوا تبعوا معايا شويه المليحه. ماما تشحرات البصيله درت فيها شويه ديال الخرقوم الزهر والزنجبيل، نزيد عليها شونفيون تخي قطعتو هكايا طريفات صغار، تقدرو تقطعو غير مرطيات كبار الى عجبكم. فوالا ونخليه شويه يسخن في هاد البصيله، وعاد غنزيد عليها الكفته. الكفته راني درت لها الشرموله ديالها اللي كنديرولها مع الربيع وكلشي، وحتى يسهر هاد الشامبينون اللي تعرفت عليه الكفته. ومور ما نزيد عليه الكفته غادي ندير معلقه ديال الفرماج ساموغي. هذيك المره قلت لكم كنطيب انا بزاف هاد الفرماج كيجي لذيذ، سيرتو في هادشي المعمر الصراحه كيجي بزاف. المهم نتوما بغيتو تزيدو الفرماج ما كانش عندكم هذا عندكم كيري ديال كيري، سينو بغيتو تكاع طيب الفرماج سا ديبون كل واحد شنو كيبغي، مي انا كيعجبني الفرماج. الوغ ماما بردت ليا لاباط، غادي ناخد لاباط افيلو. فوالا ناخد هادي اللي بحال هكايا كتكون طويلة، غادي ناخد القطر اللي غادي نبغي نديرو هنايا الوسط. فوالا ومن بعد غادي ندير لها بحال ملية، ندير هاد النص هكا وباقي نزيد نعمرهم بغيتهم نيت يكونو شوية كبار. فوالا هكا، ومن بعد نقلو من الجهة الأخرى باش حتى هاد الجهة ما تقطعليش باش نطيبها. وغادي نسدهم بالطحين والماء بحال هكا.
ايوا فوالا كيجيو بحال هكا. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبهم. انا غنشعل على المقله وندهنها شويه بالزيت، تقدو الا بغيتو تدهنوها بالزبده. ندهنها شويه بالزيت بحال كطيبو الملوي، كترشو الزيت في المقله وكتحطو الملويه بحال هكا. غادي ندير باش تحمر لاباط وما لاباط راها طايبه خلاص. غنقلبها، هانتوما شوفوا الوجه كيفاش تحمر، كتحمر بحال الملويات. فوالا غنبدا الجهة الأخرى. أنا غادي نسال دابا أون طارت بطون، دوكو درت لي زيبينار نسوطيهم مع شوية ديال الزيت وشوية ديال المليحة، وغادي نزيد عليهم لي شامبينيون. انا قطعت لي شامبينيون باش نزيد عليهم لي شامبينيون. نقيهم دابا. من بعد نزيد عليهم لي شامبينيون قطعتهم بحال هكا طوال. نخليهم يتحطو مزيان مع لي سوتيو مع لي زيبينار، ونفعلوهم حتى يبردو. عاد غادي نزيد عليهم الطون و لاكخيم مع البيض. شامبينيون لي زيبينار مور ما تعبو حيدتهم، درتهم في هاد السلاطي هكا حتى يبردو، وزدت عليهم من بواط ديال الطون و لاكخيم كريم سومي ايباس هي لي درت. كندير هادي، ومن بعد زدت عليهم ثلاثه ديال البيضات وغادي نخلطهم. وعاد ديك الساعه غادي نديرهم فوق لاباط. لاباط ما رانيش عجنتها، غادي نديرهم فريمون فوق لاباط فوتي. ابري نتوما الا بغيتو تعجنوها عجنوا لاباط، انا عندي واجده داكشي علاش قلت لكم بات فوتي. مي نو هادي اللي تصابت عندي سي لاباط بات بريزي. فوالا لا طار درتها في هاد هاد لو بلا هكا ديال الزاج، ومن بعد درت عليها فرماج. انا كنستعمل هذا طخوا فرماج غابي وصافي. ومن بعد جمعت لها غير هاد الجنيبات، غندهنها بشويه وعاد نخشيها ديك الساعه في الفرن ملي يقرب المغرب ان شاء الله. فوالا عاد سالي الطبله ديال الفطور، بقات 6 دقائق للمغرب ياك حبيبه. 6 دقائق شيري، بقات 6 مينوت للمغرب، 5 بقات 5 دقائق للمغرب. فوالا المهم تقبل الله منا ومنكم يا رب. ها هو الملوي اللي درت، ملوي بلا عجينه. الدجاج ها هو كيجي بحال هكا ناشف بلا زيت بلا والو. اون سالاد وليت كنديرها ضروري عندي في الفطور. وها هي لا تارت اللي درت بالطون. فوالا على بصحة فطوركم.